طيب هبدأ أقول إيه في الإعلان؟ ماشي، هتكلم النهاردة على حاجة من الحاجات اللي هتشوفوها كتير جدا لو رحت أقسام الجراحة في أقسام الجي أي تي، وهي الكانسر بانكرس. الحقيقة المرض ده مرض مزعج جدا، يقال إن هو كان موجود عند الرئيس الراحل حسني مبارك، عمل عملية بمساعدة فريق طبي ألماني وعاش. طبعا المعظم في الحاجات دي ما بيعيشوش. مش عايز أقول كلام صادم، لعل وعسى حد من اللي يبقى سامع يبقى ليه حد من قرايبه كان عنده كانسر هاد أو عنده، بس هي دي الحقيقة، يعني إن قليل منهم اللي عنده 5 year survivor rate. يعني إيه 5 year survivor rate؟ يعني في صوت يا جماعة، في إيه؟ يعني إيه 5 year survival rate؟ يعني يعيش أكتر من 5 سنين، نسبتهم قد إيه؟ تقريبا تتعدى، يعني لا تتعدى 5%، ودي نسبة قليلة جدا تدل على إن هو very poor in prognosis. أول حاجة في الكانسر هيد بانكريس إنك تبقى عارف، أو الكانسر بانكريس يعني إنك تبقى عارف إن هو ارسم الرسمة دي، متقسم حاجتين. إيه هما الحاجتين دول؟ يقول لك 60% هيد وناك، 40% بودي وتيل. يبقى 60% هيد اند ناك، 40% بودي اند تيل. طبعا ال 60% دول يتقسموا تاني، ال 60% دول يتقسموا تاني بعدين بقى في الظل ده. ال 60% دول يتقسموا تاني، يتقسموا إلى إيه؟ يتقسموا إلى، طبعا كل تلت من 60 يبقى 20، يبقى يتقسموا إلى تلتين وتلت، يعني قصدي 40 و20. ما هو 40% و20% هم تلتين ال 60% وتلت ال 60%. ايه دول؟ كانسر هيد بروبر، يبقى دي اسمها هيد بروبر. سوري يا غير، مفيش حد في الواتنج روم متهيألي. ماشي خلاص كده كله جوه. كانسر هيد بروبر ليه؟ الهيد نفسها اللي كان بيعدي في الهيد يا جماعه كان الكومن بايل داكت، مش عامل ميوت يعمل ميوت، الكومن بايل داكت و البانكرياتيك داكت، وادي الامبولا وادي الديودنال بابيلا. مش وارد يكون الكانسر مش في الهيد بروبر؟ وارد ده، لا امال يكون فين؟ يكون في نهايه الكومن بايل داكت.
وكأنه زي الكولاجيو كارسينوما، لكن هو من البانكس أو حوالين الأمبولا، يسموها إيه؟ بيري، بيري يعني حولة، غير بري يعني قبلة، وبارا يعني جار جنب، بيري يعني حولة، حول الأمبولا أو فاتر، يبقى بيري أمبولاري كارسينوم. يبقى في 40% اللي هي تلتين الستين اللي هي بتاع الهيدو نيك دي تشكل إيه؟ تشكل الهيد بروبر 40% اللي هي تلتين الستين وتلت بيري إيه أمبولاري. أكشوالي اكتب جنب البيري أمبولاري ده، هما دول اللي البروجنوزز بتاعهم كويس، يا البيري امبولاري دول البروجنوز بتاعهم كويس، مش كويس يعني قوي يعني 30% 5 year survival rate، 30% 5 year survival rate. حلو كده. امال التانيين دول الهيد بروبر 5%، طب مين الاشهر؟ الهيد بروبر. عشان كده المرض نفسه في حد ذاته كله مش حلو خلاص. ال 40% الثانيه بودي وتيل، اي حد بيفهم هيفهم كده ان الكارسينوما of the body and the tail of the pancreas is not attributed to obstructive lungs. كلام واضح جدا. امال ايه بقى اللي بيبقى فيها؟ اللي بيبقى فيها شويه حاجات constitutional non specific، زي ايه؟ زي الانوركسيا، زي الفوميتنج، زي البين الفيج، لكن مفيش obstructive deep olive green jaundice. انت بتحسب ان انت بتاخد كانسر بانكرس انك بتاخد موضوع جديد؟ ابدا، انت خدت معايا البيليري، فانت خدت الكالكولر فيرسس الاوبستراكتيف مالجنانت جاندس، وخدنا جدول ما بين الاثنين، فصحصح معايا كويس قوي. الكلينيكال بيكتشر اوف اوبستراكتيف جاندس اللي خدناها في البيليري هنستعين بيها هنا. The investigations of jaundice هنستعين بيها هنا. فهتلاقي الموضوع عندك مختصر لكن هتزود عليه من ما سبق من البيليار. التريتمنت لا، من هنا التريتمنت، من هنا اكشوالي هناك التريتمنت كان بتاع الكالكولر، ولما جه المالجنت قلت لك لما تبقى تروح عند البانكس، فادينا جينا عند البانكس، فيبقى تريتمنت من هنا. يبقى انا بتكلم في ايه؟ في الانفستيجيشنز وفي الكليتال بيكشر، سنستعين بهما من هناك، وهقول لك ازاي اخر الدرس من شير سكرين. ماشي، يبقى اوعى تفتكر انك مش هتزود، هتزود من ما سبق من البيئه. دكتور يا بسمة مش عارفة تدخل. بسمة مش عارفة ازاي. مش موجود. ادمت اهي. ماشي، بدوس ادمت مش هتخش. ها دخلت كده؟ مش عارف. خلاص يا اسمع كده دخلتي صح؟ يا دكتور. اوكي. طيب نكمل. يبقى الكانسر هيد بانكرياس طبعا نظري مهم وسؤال، يعني ده بيجي سؤال كيس شهير جدا، كيس بتاعت ايه؟ مالجنت اوبستراكتيف جوندس. واكشولي في الكيس دي بتتخيط انت مع الكالكولر، لانك بتكتب الديفرنشال دايجنوز وجدول التفريق. الجدول بتاع التفريق ده مهم جدا، اللي في اخر البيليري انا قلت اهو مهم جدا، شفوي ونظري. لو تحب افكركم بيه في اخر الدرس نفكركم ان شاء الله، واحنا بنعمل شيسكين نعدي عليه تاني. خلاص، يبقى الكانسر هيد لوحده 60، بودي وتيل لوحدهم 40. الهيد هيد بروبر تلتين يعني 40، وبيري امبولري ولور بارت اوف سي بي دي التلت او 20. اللي احسن في البروجنوزز البيري امبولري، اكتب جنبها ام اس كيو. احسن في البروجنوز 30% 5 year survival rate، يعني 30% من الناس هيقدر يكمل بعد 5 سنين وتقدر تقول انه صحي.
وتبارك له، لكن 5% بس من الناس هتعيش بعد 5 سنين. ال 5 year survival rate في الهيد بروبر 5%، ال 5 year survival rate في البيري امبولاري 30%. طيب 40% بقى بودي وتيل، وقلت لك ان اي واحد بيفهم هيفهم ان البودي والتيل همش علاقه خالص بالاوبستراكتيف جوبز. انا مش داخل في الحته اللي فيها معركه بتاعه السي بي دي، التقاء السي بي دي بمكانات الدكت ده مش موجود في البودي والتيل خالص. فهيبقى في سايلنت كارسينوما تعمل حاجات كونستيتيوشنال، تعمل حاجات ميتاستاسيس توصل للسبلين لانه قريب من التيل، وتقفل السبلينك فين من الثرومبوزز، لكن عمرها ما هتؤدي الى ايه؟ اوبستراكتيف شوتس. فعيال الهيد بيبان بالاوليف جرين، اوليف جرين يعني من شده ما العيان جاندست يبقى اخضر مش اصفر. اما عيان البادي والتيل مفيش اوبستراكتيف شوتس. طيب موجود في الميلز اكتر من الفيميلز، تقريبا الضعف خلاص، يعني ميل تو فيميل 2 to 1، واكتر من 50 سنة. يوجوالي ما تفكرش ابدا في القصه دي في اقل من 50 سنة، برضو كل قاعده ليها استثناء. يقول لك من 5، اكتب جنبها كده، من 55 ل 70 البيك ايج يير، من 55 ل 70 البيك ايج. يبقى الميل اكتر من الفيميل واكتر من 50 سنه يوجوالي، البيك ايج من 55 الى 70. تعال لي ده لي بقى ايه، نتكلم على الباثولوجي. الباثولوجي ادينوكارسينوما، في حاجات تانيه زي اسمها انكيفالايت كارسينوما وسفيرويدال سيل كارسينوما، الاشهر ادينو كارسينوما. خلاص طيب ايه تاني؟ قال لك بقى السبريد بتاعها فين. اول ما يبدا يفكر الكانسر هيد بانكرياس ان هو يطلع بره نفسه، يطلع لوكالي. طب ما انا لوكالي حواليا مين؟ انا لوكالي حواليا الديودنم. لوكالي حواليا الديودنم، يبقى اول حاجه اضرب الديودنم دي واحد. ايه تاني لوكالي اوصل له؟ الكومن بايل داكت دي في قلبي، قلبي هنا اهو، يبقى ادي اتنين اوصل للسي بي دي، وهو ده اكشن اللي بيقفلها وده اللي بيخلي فيه ديب اوبستراكتيف جونز. خلاص الدايركت واضح جدا. طب ممكن اوصل للي قبل الديودنم؟ اه ممكن اوصل للاستومك حيث الانترم ودخلت الايه؟ البايلورس. ماشي ده الدايركت. طب لوكال، لوكال يا حبيبي اذا كنت انت عندك اصلا من الجاستروديودنال ومن الـ من السوبيرو ميزنتريك، سوبيرو وانفيرو بانكرياتيك وديودنال، يعني اذا انت مرتبط جدا بالجاستروديودنال اوف هيباتيك اوف سيليك وبالسوبيرو ميزنتريك اوف اورت، يبقى انت مرتبط في الاخر بالليمف نودز السنترال اللي على السيلياك والسوبيرو ميزنتريك. يبقى الليمف نودز اوف سيلياك او اوف سوبيرور ميزنتريك. اذا كان السيلياك اه من السبلينك من السيلياك، ودائما في قاعده بتقول الليمفاتيك يتبع الارتيريا سبلاي، فالسبلينك ارتري من السيلياك. طيب والسوبيريور ميزنتريك بيديل الانفيريور بانكرياتيك وديودنال الانتيريور بوستيريور برانشز، اما السوبيريور بانكرياتيك وديودنال من الجاستروديودنال اوف هيباتيك اوف سيليك برضه. فانا في الاخر برجع للليمف نودز السنترال بتاعتي اللي موجوده على الاورت من السيليك او من السوبيريور ميزنتريك، ودي الخطوره ان رجعتي ليهم سهله جدا وسريعه جدا. ممكن اطلع للليمف نودز بتاعه البورتا هيباتس. لو طلعت للليمف نودز بتاعه البورتا هيباتس، فالليمف نودز اللي فوق بقت مالجنانت وداست على الكومن هيباتيك داكت اللي هي قبل الكومن بايل داكت. خدناها قبل كده فين؟ اللي عارف يفتح المايك. تاني هقولها تاني. لما مالجنانت كانسر هيد يوصل لبورتا هيباتس ليمف نودز، فبورتا هيباتس ليمف نودز تقفل، تقفل السي اتش دي. الكروفازير لو. صح برافو يا حسناء.
الكورفازيلو ماله يا حسن؟ 63. ماله؟ كانت ال ماله؟ كان الاوبستراكشن، كان الهاير ليفل اوف مالجنت. انا مش سامع كويس يا حسناء، عندي مشكله في الواي فاي بتاعك، فانا قادر افهمك بس انت ما كملتيش الجمله، فانا مش واثق انت فاهم الجمله ولا لا. المالجنت اوبستراكتيف جوندس في الكورفازيلو كان بيقول ايه؟ يبقى الجول بلادر مالها؟ كولابس. كولابس يا عبد الله. كولابس الرسالة. ليه تبقى كولابس؟ هي بتبقى اللارج كولابس لان مش عارفين شويه اللي هينزل اصلا. في المالجنسي المفروض ان هي بتبقى، في المالجنسي المفروض ان في الجول بلادر بتبقى نورمال. لارج. او يعني ايوه انا سامع احمد بيقول بتبقى ديستندد، صح كده؟ انت قلتي يا شروق لارج. هنا هتبقى كولابس لان مفيش بايل هينزل اصلا لان انا قافله من فوق. ايوه هو الفكره ان في الكورفازيلو لما انت بتقفل هنا بيبقى في ديستنشن في الجول بلادر، اما في الكالكولر جول بلادر لو نزل ستون وقفلت اوريدي الجول بلادر بتبقى انفليمد وكونتراكتد على الستونز اللي فيها، فبتبقاش فيها القدره على الديستنسبيلتي. فالراجل كورفازيه قال ايه؟ قال ان الجول بلادر بتبقى كونتراكتد في الكالكولار اوبستراكتيف جوندس وبتبقى ديستندد في المالجنانت اوبستراكتيف جوندس، ولكن في اكسبشنز. من ضمن هذه الاكسبشنز ان يبقى عيان مالجنانت اوبستراكتيف جوندس والجول بلادر نوت ديستندد. ليه؟ لاني قافل ات هاير ليفل بمالجنانسي ترانسفيرد تو ذا بورتا هيباتس ليمف نودز من كانسر هيد بانكس. حلو كده؟ في حاجه تانية ان تبقى المالجنسي دي نوفو اصلا عند البورتا هيباتس، هي من الاصل هنا الكومن او الاوريجينال تيومر موجود في الليفر عند البورتا هيباتس، دي حاجه غير شويه اللي اكتر كانسر هيد. الكانسر هيد لما توصل لي ميتاستاسيز للليمف نودز فتقفل فوق فالبايل ما ينزلش، ما بقيناش بنتكلم على اوساكت جوندس بس، احنا بنتكلم على اوساكت جوندس that will be at a higher level above the level of cystic duct. فالجول بلادر ما تبقاش ايه؟ distant. يبقى if there is exception in the corvazilo it will be due to the malignant lymph nodes في البورتا هيباتس. كان في exception تاني ايه هو؟ ان يبقى في chronic calcular cholecystitis يعني جول ستونز اصلا مع المالجنت موجودة مع المالجنت أو الكانسر هيد بانكس. ماشي كلام جميل. تاني حاجة يبقى الليمفاتيك. تالت حاجة البلاد تروح لأي حاجة بيبقى فيها، أهم حاجة الليفر، فالليفر ميتاستاسيز تبهدل لنا الدنيا. مجرد وجود الليفر ميتاستاسيز تخلينا إيه؟ إن أوبرابل، خلاص العيان ده بقى إن أوبرابل. عشان كده كميات الإن أوبرابل في الكانسر هيد بانكس كتيرة جدا جدا جدا، لان الليفر ميتاستاسيس سهل جدا جدا، ده جنبنا على طول واول حاجه بيفكر فيها البلاد ستريم اول ما يفكر في السبريد. طيب تعالى بقى نتكلم على الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر لو ما قسمتهاش زي ما متقسمه كده هفقدها. ليه؟ يا رائد اولا نعم لا ما شفتش لانك اولا هتروح مقسم هيد بودي وتيل الاول، وتروح قايل في الهيد اربع حاجات وفي البودي والتيل اربع حاجات. انا هتلاقيني مقسمهم لك كويس جدا. ايه بقى القصه؟ هقول لك انا. اول حاجه لما نتكلم على الكانسر هيد بانكريس، لن تنسى كلمة obstructive jaundice، ومش هينفع انك تنسى انها ديب، اللي هي قلنا عليها ديب اوليف جرين، صح؟ دي واحد، وبتبقى progressive
ولو تفتكر لما قارناها بالكالكولر it is painless، وقلت لك ساعتها لو هي painful ده bad prognosis، يعني لو ابتدينا يظهر فيه pain جامد معناها ان النخوارة جامد جدا في البنكرياس، في البنكرياتيك تيشو، يعني التيومر كبير، يعني التيومر اجريسيف. حتى الدليل على كده البين اللي كان بيظهر في البيبتيك ألسر اللي بيبقى بوستيريور اللي بينخور جامد جوه البنكرياس، ده بيبقى ريفيرد تو ذا باك، ومعناه ان في بينتريتنج ألسر جوه البنكرياس. فوجود اجريسيف تيشو نكروزز جوه البنكرياس بسرعه وبقوة معناه انه هيبقى painful، وده معناه انه bad prognosis لانه معناه ان المرض بيتطور بسرعة. يبقى deep obstructive jaundice يسموها deep green olive او olive green و painless obstructive jaundice، على عكس التانية بتاعة الكالكولر بتبقى فيها pain. دي اول حاجة. تاني حاجة، انا عندي obstructive jaundice قافل، ما هو ده كانسر هيد، فقافل السكة على مين؟ فوق على السي بي دي. فطالما قافل السكة على السي بي دي يبقى هتعلق لي على الليفر وهتعلق لي على الجول بلادر، يبقى الليفر والجول بلادر. الليفر مالها؟ مقفول عليها، يبقى كونجستد وانلارجد. كونجستد وانلارجد بايه يا حبيبي؟ بالباي. وجود البايل فيها مش عارف يخرج يخليها congested and enlarged، وده طبعا يخليها تندر. خلاص. طيب تاني حاجه بقى، الجول بلادر هتبقى مالها يا سيدي؟ distended. وقلنا الاكسبشنز بتبقى في ايه؟ لما يكون عندي higher level of malignancy موجود بسبب lymph nodes at port hepatitis حصل لها spread. رقم 4، اي عيان عنده كانسر هيد بانكرياس بيبقى عنده حاجات كونستيتيوشنال اهمها الانوركسيا. كلمه بانكرياتيك انسفشنسي، بانكرياتيك انسفشنسي يعني فشل البانكرياس في افراز حاجاته وفي اداء وظائفه وفي تخريج الحاجات بالانسولين والاندوكراين فانكشنز، دي بتؤدي الى انوركسيا. وايه كمان؟ والوس اوف ويت. احنا بنتكلم على اورجان فيري فيري فاسكولار وفيري امبورتنت، سواء للهضم يعني عشان انت تاكل فيفضل وزنك مينتيند وتفضل صحتك والايميج بتاعتك مينتيند، او بالنسبه للسكر والجلوكوز والكلام ده. خد بقى من دي واطلع على الكانسر بودي اند تيل. قلت لك بقى بودي اند تيل ده مالوش ايه؟ مالوش كتالوج. هو عنده انوركسيا؟ عنده لوس اوف ويت؟ ايوه انوركسيا. ما تجيبش سيرت جوندس خالص، لوس اوف ويت، ايبيجاستريك بين. ما هي الحاجات اللي فاضله له، الراجل مش عارف ياثر على السي بي دي خالص. فعنده حاجات كونستيتيوشنال بيسموها نان سبيسيفيك. يبقى انوركسيا ولوس اوف ويت اللي كانوا هنا حاجه كاردينال كده موجوده، لا دول ممكن يبقوا هنا ويبقوا حاجه ايه؟ نون سبيسيفيك. هلا امال ايه وضع الليفر في البودي اند تيل؟ لا وضع الليفر مش كونجستد وذ باي، انا مش اوبستراكتيف جوندس اصلا. امال انت ايه؟ لا ده انا في البودي والتيل بعيد. الليفر يتاثر في ايه؟ يتاثر من الجلو ميتاستاسيس. ما هو حاجه في البودي والتيل وما ادتنيش اوبستراكتيف جوندس وانا ما صحصحتلهاش فبقت ليت، فاكيد انتشرت. لو انتشرت تبقى في الليفر، اشهر حاجه في البلاد ستريم هو الليفر، يبقى ليفر ميتاستاسيس، والليفر ميتاستاسيس معاه اسايتس. كلام جميل. لكن في عضو تاني غير الليفر مرتبط بالبودي والتيل، هو السبلين. وجود يا جماعه كانسر في البودي والتيل، زي ما قلت لكم قبل كده، عامة أي visceral malignancy خدناها في الكانسر ستومك، أي visceral malignancy بتشجع على الهايبر كواجيلابيلتي، والهايبر كواجيلابيلتي كانت بتعمل حاجة اسمها
ثرومبوفليبايتس، ويسموها ثرومبوفليبايتس مايجرينز او مايجريتنج ثرومبوفليبايتس. خدناها في الكانسر ستومك وقلنا عليها اسمها اسمها ايه لما الكانسر ستومك تعمل ثرومبوفليبايتس؟ كان اسمها ايه؟ تروازوساين. امال تروازيه ساين دي ايه؟ سوبر كار. السوبر كليم فلوس. برافو. يبقى تروازوساين كانت عباره عن الهايبر كواجلابيليتي اللي كانت بتحصل فين؟ في المالجنسي. فمن ضمن المالجنسي انها تعمل هايبر كوأجلابيليتي في النيبورينج سبلينيك فين. والسبلينيك فين ده رسمه بس ايه في الرسمه كده، لكن هو ورا البانكرس، فيبتدي يحصل له ثرومبوزس. فلما يحصل ثرومبوزس السبلين يكبر. تقول لي ايه ده، طب مش هيحصل فيه الفانكشن؟ لا، هو هيكبر لان الدم بيضخ جواه بالسبلينيك ارتري ده، ما حدش بيوقفه خالص. لكن يبقى دريند بقى بالايه، بالشورت جاستريك فينز. دريند بقى باي فينز ثانيه، مش لازم بالسبلينيك فين، عنده حتة تانية يدرين فيها. بس في الآخر السبلينيك فين اللي هو المين بتاعي بقى مقفول، فأكيد هبقى دكتور معلش أداء لغاية دلوقتي ما دخلتش. الإيه؟ أداء بتقول لغاية دلوقتي عندها ويت. لا ما عنديش حد في الويت، ما عنديش حد في الويت خالص. لا ايه الاخبار؟ ظهرت اهي. طيب يبقى اول حاجه انوركسيا ولوس اوف ويت وبيجاستريك بين، حاجات كلها نوت سبيسيفيك. تاني حاجه ليفر ميتاستاسيس واسايتس، ممكن ممكن لا. تالت حاجه سبينوميتري بسبب سبينك فين ثرومبوزس، بسبب المالجنسي اللي جنبنا دي في الفيسرا. رابع حاجه اللي احنا قلنا عليها بقى اللي هي مايجريتنج ايه، ثرومبوفليبايتس اللي زي التروسوساين اللي موجوده في الكانسر ستوم. خلاص كده يا جماعه. لكن اكتب لو سمحت جنب اوبستراكتيف جونز هتشرح ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعه الاوبستراكتيف. اكتب جنبها اشرح. اشرح ايه حضرتك؟ هتشرح الاوبستراكتيف جونز كلينيكال بيكتشر. هتقعد تتكلم على الستول وعلى اليورين وعلى مش عارف ايه واني حتت اللي مش عارف ايه. خمس ست نقط كده هتلاقيهم في الكلينيكال بيكتشر اوف اوبستراكتيف جوندس في البيليري. فاوعى تروح كاتب لي اوبستراكتيف جوندس وتخلص. لا. النقطه الثانيه اشرح واحد، اشرح اثنين، جدول الكالكولر فيرسس الابستراكتف. وده اكشوالي شرحه بيبقى اساسا في الديفرنشال دياجنوز. يعني لما تخش على الديفرنشال دياجنوز سواء انت في الكالكولر او انت في المالجننت او سكت جوندس هتشرح الجدول ده. بس انا بقوله لك جنب الكلينيكال بيكتشر ليه؟ لان جزء كبير من الجدول كلينيكال بيكتشر وانسنس. بس هتبقى فاكره جالك تشرحه هنا، تشرحه مع الديفرنشال مش فارق. لان هتبقى الكيس فيها ديفرنشال تقول له كالكولر من الابستراكتف جوندس ومن اذر كوزز اوف جوندس اكزامبل. ده مش مهم يتشرح، لكن اللي مهم يتشرح الكالكولر فيرسس الابستراكتيف مالجنانت جوندس. فحاجتين هتتشرحوا، كلينيكال بيكتشر اوف ابستراكتيف جوندس هستعرضها لكم سريعا جدا على الكتاب، وتاني حاجه الجدول التفريق ما بين الكالكولر والمالجنانت ابستراكتيف جوندس. يبقى كلينيكال بيكتشر كده واضحه، اربع حاجات في البودي والتيل، اربع حاجات في الهيد. ايه الاربع حاجات اللي في الهيد؟ رقم واحد اوبستراكتيف جونز،
اثنين الليفر واختها الجول بلادر نتيجة الأوستات الفانس، وأربعة الأنوريكسيا والوسوفويت مع أي بانكس. أدام أنت قلت الأنوريكسيا والوسوفويت مع بانكس فهي موجودة برضو مع البودي والتين والإبيجاستريك بين، كل ده نسبيسيفيك لأن هو ما لوش حاجة سبيسيفيك زي الأوستات الفانس يلعب فيها. فهنلعب نبص نلاقيه إيه، ليتلي عمل ليفر ميتاستاسيس، شوية عمل أسايتس، السبلين جنب التيل تفتكر على طول نعمل سبلينك فين ثرومبوزز ونعمل سبلينميجري، والثرومبوفليبايتس مايجرانس اللي زي التستوسترون اللي في الكانسر ستوب. هل في صعوبه في الكلام ده؟ لما نيجي نتكلم على الديفرنشال دايجنوزز تقول الكالكولر من المالجنت وتروح رصاص للجدول، دي واحد. اثنين الاذر كوزز اوف جوندس، اكزامبل مثلا الهيموليس الهيموليتيك انيميا. ثلاثه الحاجات اللي مرتبطه بشابتر البانكرياس زي الكرونيك بانكرياتايتس اللي هو العيان مش الاكيوت اللي باين شكله اكيوت، لا عيان كرونيك. كرونيك ده اصلا ما كانش موضوع علينا مهم، موضوع اصلا يعني بوست جراد، تقدر تقول بوست جراد حاجه رير شويه، لكن هو في الاخر عيان بيجي لك باتاكس على مدار سنين بوجع ابيجاستريك. فطبعا الحاجات اللي بتبقى لونج ستاندنج دي وبقى لها كتير انت تقعد تفكر انها تكون ايه، مالجنسي، اوعى تفتكر مالجنسي طوارئ، مالجنسي عمرها ما كانت طوارئ. ساعات بتبدا وانت تنساها سنه سنتين وتلاقي في الاخر بتستاتيك في العيال، فهتحط معاهم الكرونيك بانكرياتايتس لكن مش هتشرح فيه حاجه. يبقى الكوزز اوف جوندس الاخرى، واذر كوزز اوف اوبستراكتيف جوندس زي الكالكولر، وهتحط الجدول، ورقم ثلاثه الكرونيك بانكرياتايتس. طيب نخش بعد كده بقى على الانفستيجيشنز. اول حاجه مش هتنساها انك تكتب الانفستيجيشنز اوف كانسر هيد بانكرياس، رقم واحد اشرح بتاعه الاوبستراكتيشنز، البيليروبين الدايركت بيليروبين، الاستول في ايه، سيركوبايلين، اليورين في ايه، الكوليبيليروبين ومفيش يوروبايلين زايد، وتقعد تشرح في الحاجات وتكتب ان الجاما جلوتامات ترانسفيرز زايد وان الالكالين فوسفاتيز زايد. الاربع خمس حاجات اللي خدناهم اشرحهم، هتزودها دي لو سمحت. يبقى اشرح من البيلياري الحاجات بتاعت الاوبستراكتيف جونز، وبسم الله الرحمن الرحيم بقى نبدا هنشخص ازاي مالجنت اوبستراكتيف جونز. فاول حاجه كالعاده الحاجه الاوبسوليت اللي بيحب دايما كتاب الاسم ايه يشرحها، اللي هي الباريوم او الكونتراست ميل. قصده يقول ايه؟ كان دايما في حاجه اسمها سي كيرف اوف ذا ديوبلا اللي هو بيحتضن الهيد اوف ذا بانكرياس السيشن قرب تخلص متهيألي. فاضل دقيقتين. السي كيرف يوسع ليه؟ لان الهيد كبرت، هتلاقيه عامل كده. يعني انا بشوف سي كيرف في فقره هنا فقره هنا فقره هنا، لا بلاقيه واسع بقى فقرتين بقى في النص ما بين الايه سكند وال فورث بارت. يعني ادي الفيرست والثيرد بارت، ده السكند بارت، الفيرست والثيرد بارت السي كيرف بتاعته تبتدي تتسع، الفيرتبري تبتدي تزيد، بدل ما هي فيرتبري تبقى اتنين فيرتبري، خلاص يبقى ايه اتساع السي كيرف. طب ما افرض يكون ده اصلا من بقى النوع الثاني اللي في الهيد برضو اللي اسمه بيري امبولاري، يعني قالي الامبولا او فاتر، فالورم هنا مش بقى هنا، لا هنا حوالين الامبولا، وده قلت لك ان هو بيبقى احسن في البروجنوز. فقالي الورم اهو، اما تنزل صبغه تقعد في الديودنم تبقى شكلها عامل كده. بصوا ادي الصبغه اهي، وكانها عامله كده اهي. بصوا فيها نغزه من هنا ونغزه من هنا بتاعت البيري امبولا، يعني عامله كده. يقول لك انفيرتد 3 اهي. حاجات كانوا بيلاحظوها زمان مع الصبغه اللي هي احنا ما بقيناش نعملها دلوقتي. يبقى inverted 3 في البيري امبولاري، widened C curve في الكانسر هيد بروبر. هي السيشن دي خلاص مش فاضل نص دقيقة ونبدأ سيشن جديدة.